مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر. تحيه صباحيه عطره لكل المتابعين اينما كانوا، تحيه رياضيه للجمهور الرياضي المغربي بصفه عامه. فاسعد الله صباحكم باليمن والبركات وكما عودناكم دائما. فنقاشاتنا الصباحيه كتهم مجموعه من القضايا، واليوم ارتأينا باش نناقشوا مقابله الرجاء الرياضي البيضاوي وفريق الغزل السوسية حسنية أكادير في هذه المواجهة الحارقة التي ستدور أطوارها على ملعب أدرار عند حدود الساعة 17 بعد الزوال. فكثير من المتغيرات غادي يعرفوا هذا اللقاء، وهذا الشيء اللي بغينا نعرفوا نحن وإياكم. وشنو التوقعات ديالكم لمباراة الرجاء والغزل السوسية؟ هل الرجاء قادر على انتزاع الفوز من أرض أدرار إن صح التعبير، أم أن الحسنية ستقلب الطاولة على النسور الخضر وستكسر أجنحتهم؟ فكنتمنى أنه يكون لقاء شيق، يكون لقاء ديال المتعة، يكون لقاء اللي ممكن نشوف فيه مباراة حارقة، نشوف فيه كرة القدم بكل ما تحمل الكلمة معنا، خاصة وأن المواجهات بين الرجاء والحسنية دائما ما تمتع، دائما ما تتحفنا بكرة جميلة، كرة حديثة. فبغينا تفعلوا معنا بالآراء ديالكم بخصوص هذه المقابلة، فتحياتي لكم إخواني الكرام، خاصة وأن الرجاء حلت مساء أمس بمدينة أكادير وكلها ربما يأس، وبعد الخيبة اللي تعرضت لها خاصة في مقابلة الديربي إثر الانهزام ديالها أمام الغريم التقليدي بهدفين. بطبيعة الحال هذه الهزيمة ربما لا زالت أثارها النفسية بادية على محيا اللاعبين، خاصة وأننا لما شفناهم في المطار ربما كلهم مستائين، كلهم يتجرعون مرارة الخذلان، مرارة الخسارة أمام الوداد. وبطبيعة الحال هذه المقابلة اللي كان عندها واحد أهمية قصوى، وبالتالي فالوداد يقترب من معانقة اللقب، كل هذه أمور ربما ستعطي واحد طابع خاص لهذه المقابلة. والرجاء غادي تحاول أنها تفوز بحكم أنها ربما باش ترفع المعنويات ديالها في اتجاه البنين حينما ستواجه شبيبة القبائل في كأس الكاف، في حين الحسنية منتشي بالانتصار خارج الميدان على سريع واتزم بطبيعة الحال برأسية البوفتيني، واللي خلت الفريق يتنفس السعادة وخلت المعنويات ديال اللاعبين مرتفعة، وسيحاولون إثبات الذات والمصالحة مع الجماهير، خاصة وأن جماهير الحسنية لا زالت غاضبة على الفريق، لا زالت غاضبة على إدارة الفريق، لا زالت غاضبة على اللاعبين أيضا. هذه كلها مجموعة من القراءات اللي كنحاولوا دائما أننا ندير واحد القراءة لهذه المقابلة بطبيعة الحال، ونحاول نحيطوا من جميع الجوانب. فغادي نحاول نقرأ التعليق ديالكم بطبيعة الحال، ومن بعد نرجع الخوض في مجريات هذا اللقاء. محمد خيمو كيقول أصبحنا وأصبح الملك لله، تحياتي لك. إخواني الكرام بغينا التفاعل ديالكم، تقولنا كيفاش كتشوفوا هذه المقابلة، واش الحسنية قادرة أنها تفوز على الرجاء وتعمق الجرح ديالها، أم أن الرجاء ستقلب الطاولة على الحسنية؟ كل هذه أمور اللي بغيناكم تفاعلوا معنا، وكيفاش أنتم كجماهير رياضية سواء جماهير حسنية أكادير اللي كنكنوا لها كل الاحترام والتقدير، وأيضا جماهير الرجاء كيفاش كتشوفوا هذه المقابلة والقراءة ديالكم. السيد علي ميمون كيقول إن شاء الله الحسنية ستقلب الطاولة على الرجاء، تحياتي لك. وإن شاء الله دائما الروح الرياضية والغلبة الأقوى والغلبة الفريق اللي يكون جاهز أكثر. أخي الكريم توقيت أخي عمر توقيت 17 بعد الزوال، بعد ما كانت غادي تجرى المقابلة حوالي الساعة 7 أو 9، إلا أن تم إرجاء اللقاء إلى الساعة 17 باش أن يتم فسح المجال لبعثة الرجاء من أجل السفر جوا إلى البنين استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل في كأس الكاف.
فمجموعة من التعاليق إخواني الكرام. وداد الحرش يقول بعد فوز سوس العالمة في البيضان نتمنى أن تحقق الحسنية الفوز أيضا في ملعب أدرا، خصوصا أن فريق الاندماج البيضاوي متأزم نفسيا عقب هزيمة الديربي ذهابا وإيابا، حظ موفق لأحفاد المقدر السوسي. تحياتي لك أخويا وداد الحرش. فأيضا للتذكير فالحسنية في مقابلة الذهاب يعني فاز مدينة الدار البيضاء على الرجاء، وبالتالي الرجاء ستحاول الطأر، ستحاول الانتقام لنفسها وأيضا تعزيز واحد النشوة معنوية اللي ممكن أن اللاعبين يسافروا وهم مرتاحين نفسيا صوب البنين. سيمو أنوار كيقول حسا غادي تعطيكم يا أخي، تحياتي لك، شكرا لك. عبد الرحيم كوبي كيقول حسني ستفوز، تحياتي لك خويا كوبي. إيمان دحان كتقول ديما الرجاء، عودة الرجاء من ملعب أدرا بالانتصارات، تحياتي لك أختي الكريمة. فكما قلت فبطبيعة الحال هذه المقابلة غادي تعرف أيضا حتى بالنسبة للاعبين اللي غادي يشاركوا في هذه المقابلة. بالنسبة لحسنية أكادير فمجموعة من المتغيرات غادي تعرفها التشكيلة الرسمية ديال الفريق حسنية أكادير، فحسب بعض المصادر اللي اكدت لنا بان التشكيله ديال الغزاله السوسيه غادي تعرف غياب كل من عبد الرحمن الحواصلي الحارس الرسمي للفريق، وايضا عماد الكيماوي وزكريا العيوض وحمزه الجودالي وايضا جمال الشماخ ومهدي اوبيلا وعبد الحفيظ ليركي وياسين رامي. الا رجعنا لهذه القائمه ديال هذه الغيابات فكنوجدوا بانها من الركائز الاساسيه للغزاله السوسيه ومن الاعمده ديال الفريق، وبالتالي ربما حسب القراءة ديالنا بطبيعة الحال المتواضعة ربما هذه ستعطي يعني واحد نقص في التركيبة ديال المدرب رضا حكام اللي غادي يحاول أنه يعوض هذه الغيابات ببعض اللاعبين الشباب ويقحم بعض الشبان، وبالتالي فهذا الشيء غادي يعطي أيضا للرجاء الفرصة للانقضاض على الحسنية. مع الأسف الشديد أيضا الرجاء عندها مجموعة من الغيابات خاصة وأنها تنتظرها مقابلة حاسمة ومقابلة مصيرية من أجل المصالحة مع الجماهير، من أجل إثبات الذات، ومن أجل أيضا انتزاع لقب هذه السنة وما يخرج الفريق خاوي الوفاض، لأن ربما البطولة نوعا ما رغم أن الأمور لم تحسن بعد فالبطولة تتجه 80% نحو الوداد، وبالتالي فالرجاء غادي يحاول انه يريح مجموعه من اللاعبين، مجموعه من الركائز الاساسيه حتى يتسنى له الاعتماد عليهم في مباراه البنين ضد شبيبه القبائل. ف سيمو انوار كيقول حسن فوق الجميع ان شاء الله مربوحه، تحياتي لك خويا. فكما قلت وايضا الكتيبه ديال رضا حكام غادي تعرف ايضا عوده لاعبين اجنبيين، الامر يتعلق بكل من مالك سيسي وبكاري ماني اللي كانت التوقيف ديالهم وعرضهم على المجلس التاديبي بحكم انهم كانوا قد تظاهروا بالاصابه في احدى الحصص التدريبيه رغم انهم غير مصابين، وتم التاهيل ديالهم لهذه المباراه وشاركوا في آخر حصة تدريبية للفريق اللي كانت أول أمس بطبيعة الحال من أجل مواجهة النسور الخضر. والخط الأمامي لفريق حسنية أكادير ستكون له إضافة نوعية بعودة السنغالي مالك سيسي. فأيضا فريق حسنية أكادير غادي يدخل لهذا النزال القوي وهو بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الأخير خارج الديار بهدف نظيف على سريع واتزم من توقيع اللاعب البوفتيني سفيان، في حين النسور الخضر رحلوا إلى مدينة أكادير وكلهم خيبة أمل بعد الانكسار بموقعة الدار البيضاء أمام الغريم التقليدي الوداد الرياضي. فهل هذه الأمور غادي تعطي واحد نكهة خاصة لهذا النزال وغادي تأثر بشكل أو بآخر على مجريات اللعب، لأن اللاعبين
ديال الرجاء، ليس لديهم ما يضيعون هنا، ولم يأتوا لمدينة أكادير من أجل النزهة، بل جاءوا من أجل البحث عن النقاتلات حتى يتسنى لهم تسلق سبورة الترتيب والاقتراب أكثر من مقدمة، ولو على الأقل إن لم يكن هناك لقب البطولة، على الأقل مشاركة في إحدى الكؤوس الإفريقية، في حين الحسنية يطمح إلى تزكية الانتصار الأخير أمام سارع واتزم، وبالتالي الإطاحة بالرجاء والمصالحة مع الجماهير، لأن البيت الداخلي ديال الفريق يعيش مجموعة من المطبات ومجموعة من المشاكل. هذه كلها قراءات ديال هذا اللقاء، وكنتمنى أنه على الأقل تكون الفرجة، تكون المتعة، والجمهور المغربي يستفيد من واحد الطبق كروي ليكون جميل، تكون كرة حديثة إن شاء الله. غادي نرجعوا للتعليق ديالكم إخواني الكرام. عمر ديبون كيقول حسنية أكادير سيكون الفائز الرابع بعد برشيد والوداد وبركان. تحياتي لك خويا، شكرا لك. مفتاح الخير، اشنو ساعة خويا؟ عافاك، كاين الماتش اخويا كاين مع الخمسة ديال العشية ان شاء الله. مرزاق عبد اللطيف كيقول الرجاء ان شاء الله. ايمان دحان كتقول الرجاء تمرض ولا تموت. السيد علي ميمون كيقول الرجاء في وضعية صعبة، يجب إراحة التشكيلة الرسمية التي ستواجه الشبيبة الجزائرية البطولة شبه ودادية. هادشي اللي ذكرنا أخي ميمون، بطبيعة الحال سعيد المدرب سعيد شبيب بطبيعة الحال غادي يريح مجموعة من الركائز الأساسية للفريق من أجل فتح المجال لهم للراحة البدنية حتى يعتمد عليهم في المقابلة ديال شبيبة القبائل، وبالتالي فربما هذه أيضا مخاطرة ومجازفة من المدرب، لأن الحسنية لن ترحم الرجاء، خاصة وأن الحسنية يستقبل داخل الميدان، رغم أن غياب الجماهير بحكم جائحة كوفيد ما غاديش يكون هناك يعني فارق كبير بين داخل الميدان وخارج الميدان، إلا أن هاد الإراحة ديال اللاعبين ديال الرجاء استعدادا للمقابلة الحاسمة بكأس الكاف أمام شبيبة القبائل ربما غادي ينعكس سلبا على المردود ديال الفريق، خاصة وأنه سيتم الاعتماد على مجموعة من الوجوه الشابة اللي يختزنها الفريق الأخضر، في حين الحسنية رغم الغيابات ديال الرامي ليركي وأيضا ومهدي أوبيلا وغيرها من الأسماء، فكتبقى أسماء وازنة، أسماء عند الثقل ديالها داخل تشكيلة الفريق، وبالتالي ربما الكفة غير مائلة لأي جهة معينة، لأن الرجاء سيريح اللاعبين والحسنية عنده غيابات، وبالتالي فالأمور متوازنة، رغم أن هناك ربما واحد نسبة معينة للحسنية بحكم أنها تستقبل داخل الميدان. تحياتي لكم إخواني الكرام. ف ميمون ايضا كيقول المشكل عند الرجاء هي المركز الثاني مهدد اكيد، فالجيش الملكي يعني كتفصلوا سوى 4 نقاط على الرجاء، وبالتالي فالرجاء كيمني النفس على الاقل انه يخرج من هذه البطوله وهو يتربع على المركز الثاني بمفرده حتى يتم يعني السماح له بمشاركه افريقيه السنه القادمه. مفتاح الخير كيقول شكرا لكم بزاف، تحيه لك اخي الكريم. السيد علي كيقول الجيش سينتظر تعثر الرجاء، اكيد الجيش لن يرحم بتاتا الرجاء، وسيحاول تزكيه يعني البحث ديالو على المشاركه الافريقيه، خاصه وان الجيش يعني شبه غائب منذ سنوات على الساحه الافريقيه، وبالتالي فربما هذه فرصه من اجل العوده للاضواء الافريقيه بالنسبه للجيش الملكي. فكنتمنى انها تكون مباراه مليئه بالروح الرياضيه، مباراه من اجل المتعه، مباراه من اجل ان الجمهور المغربي والجمهور البيضاوي والحسني يتمتعوا بطابق كروي ليكون جميل وتسود الروح الرياضيه، والغلبه للاقوى وللجاهز نفسيا وبدنيا. اخواني الكرام، تحياتي لكم ان شاء الله، وكنتمنى ان شاء الله ان تسود الروح الرياضية في هذا اللقاء بإذن الله تعالى وبركته. فلم يتبقى لي سوى أن أودعكم على أمل اللقاء بكم في بث مباشر آخر ونقاش آخر. إلى الملتقى.